السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم ناصر من قناة نصوري. اليوم جيناكم فيديو جديد. اليوم راح ننزل مقطع خرافي 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 خرافي. اليوم سبحت وصلت كل شيء في البحر، احنا البحر قبل شوي وده تفرجنا من كذا، مو في البحر مكان، والله روعة. قاعد تشوف، تبغى تشوفه عشان اشوف؟ شفت؟ والله جو روعة. اذا رويتكم شوية بوريكم الحين اكثر، لكن مو ذا الحين. قاعد نتعود على المقاطع، ما نعرف شو اقول، خسلا بقول الحين، لا بقول الاشياء كذا، بقول شيء يعني كذا. خلاص يلا نشوف مع بعض. يو شوف، يو يو ايش ذاك؟ ذاك مطعم ولا حريق ولا ايش؟ اح شوف ذا الفندق، والله حريق ذا. اذا تبغوني اوريكم اكثر، لكم اول اتكلم كذا، بعدها بوريكم لما المقطع بيتم، بعدها بوريكم وين هنا. وش ذاك؟ الشمس، والله والله الغيوم تحرك، الشمس لسه طلعت، اختفت الشمس. يلا لا تنسوا، انا اقول اتحدى لا تنسوا. يلا يلا نشوف من مصر اكثر. انتوا لا تسووا له عشان هو تكمل، عشان انا اجيب اكثر منه مستوى، مستواه اكثر مني، لكني ابغى اصير اكثر منه. لا تقوى تقدر توصل اكثر منه ولا لا؟ من الحين يلا بشوف. هذا هو اخوي. لا 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 ما ما بصورك، صور مقطع حقك. والله خايف مرة، بخلص المقطع الحين، لك مو الحين الحين، أول بوريكم أشياء يعني كذا. والله المكان حريق مرة. إن شاء الله عجبكم الفيديو.